ماما يزي وانا اقول لها ليه ليه مازلت طبق بيقه لازم تعمل بلوك. بسم الله. هيا هيا هيا. كلمة السر كلمة السر كلمة السر متاع الفيديو هذا هيا 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 لبنيتهم بعد ما نسجل ان شاء الله لايف نعود نحل لي كومنتير واكتبوا لي كلمة السر البنات. هاني قلت لكم الكونديسيون متاع الكادو لازم تعرفوا كلمة السر متاع السيري لي فيديو الجايين الكل. تحطوا لي كومنتير وتحطوا لايك وتفرجوا في الفيديو فعلوا الجرس فعلوا الجرس واعملوا بارتاج باش احبابكم واصحابكم يوليوا يتابعوا القناة. هيا هيا سي بون يا سوريا ان شاء الله. قل هو الله احد. اللي حط لي حاجه باش نحط عليها الطنجة. نطفي الغاز. عادش بيه في الفين ديما ان شاء الله. بسم الله في المولد ان شاء الله في عرسكم في المولد ان شاء الله نزغرتوا على عصيدة في المولد. بسم الله بسم الله بسم الله بدينا وعلي بيسمينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. بسم الله اول صحفة. بسم الله البنات توا بعد خاطر لازمها هي تبرد لطون اللي انا حضرت ما تمسخش عاد الكيس. هاني باش نحاول يزي هكا يزي يزي لطون اللي انا امبارح حضرت الكريمه طون بعد تعمل تو في فيديو غدوه ان شاء الله نوريكم التزيين بعد ما زينا الكريمه طون صوريكم الكريمه سينو تلقاوها في القناه نتاعي مع العصيده نتاع زبوبو. بسم الله طبعا لازم هي العصيدة تبرد ومن بعد نحط لها الكريمة والكريمة تبرد ومن بعد نزينو البوفريو باش تقعد البوفريو تقعد تتقرمش وما توليش طرية يعني ديما حاولوا زينوا على البارد. أصعب مرحلة صدقوني هي تنظيف الكيسة مساش بعد وحدة هكي من شوليقة مبلولة الكلمة الشهيرة نتاع كل أم تونسية. شفتوها كيفاش عقدت ما شاء الله قل هو الله أحد. يزي يزي هكا اللهم بارك. بسم الله إن شاء الله ديما عامرة في الخير. البنات قولوا لنا إيش باهي لايف نوليو نعملوا لكم هكايا مش كل يوم مش كل يوم خاطر أنا نخدم وأنا نقصي وما تقضي و برمجناها اخر لحظه راه قبل ما نروح بساعه اكيد راكم تقولوا زعما شنو العشاء شوربه شعير والتسنيم باش تعمل تارت ان شاء الله ان شاء الله قدره والتسهيل. هكا هو البنات تاو خليني نقص الفيديو باش ما نزيدش نطول عليكم. خنكمل نعبي الكيسين. يعطيكم نورتونا في كوجينتنا مرحبا بكم ويعطيكم الصحة البنات الكل قديش كلامكم عسل وقديشكم ناس مكروبين ربي يعطيكم ربي يبارك لكم وربي يعطيكم بالوقت الطيب وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا في ساعة سعيدة وفي فيديو آخر. وإذا كان تحبوني نعمل لكم أي روسيت قولوا التسنيم اكتبوا في لي كومنتير وأنا زادة راني قاعدة نتبع في لي كومنتير وكهو وقولوا لي وانا تو نعمل لكم معناها اذا كان عندكم غسات تحبوني نهبطها لكم قولوا لي. ما اختصاصها وصفات صحيه نتاع ريجيم صحيه تو نرجعوا تو نرجعوا ان شاء الله بقدره الله نرجعوا للريجيم ونرجعوا للهيلثي ما عندها حتى علاقه بالصحه. لا لا بحول الله بحول الله الحاجه الباهيه اللي نعمل فيها اني انا نفطر من بعد ما عادش ناكل حتى شيء حتى كشي الموجود هذيك هي الحاجه اللي ما شاء الله عملوا لي توا 12 كيس ما شاء الله. توما راجعين نعمل لكم عصيدة الفستق ان شاء الله قدرة ربي ان شاء الله. بيه تاو البنات نخليكم لهنا باش نكمل انا نعمر كيساني وتلحس الطنجرة فرحين ديما ان شاء الله ونورتوني برشا في قناتي. يلا نبوسكم برشا بون سواري نتلاقاو ان شاء الله وين وقتاش في فيديو الجاية ان شاء الله. باي.